وتعبر عن المجتمع بأكمله من خلال الروايات. وشكرا. شكرا لك سارة. جزيل الشكر طبعا للجميع، لكن عندي تعليق بسيط ممكن خرج الموضوع لموضوع الغريزة، والغريزة طبعا تم مناقشتها من سنوات طويلة جدا. ممكن رواية مدام بوفاري كانت أقوى كتاب أو أقوى رواية تكلمت عن المرأة وجموحها. أنا توقعت أني أنا حاضرة هنا عشان أشوف الرواية شلون تعكس واقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مش تعكس واقع الغريزي، لأن هذه غريزة والغريزة موجودة يعني عند جميع الكائنات الحية، ما لا داعي أن يصير الفوكس عليها. في شخص من المغرب قال المرأة تطالب أن الرجل يدور في فلكها. طبعا إحنا ما طالبنا أن لا الرجل يدور في فلك المرأة ولا المرأة تريد الرجل يدور أساسا، هي حياة يعني مشاركة ومتساوية فقط. فتعليقي بس أنا ما جهت هنا عشان أطالب أي رجل يدور في الفلك تبع المرأة نهائيا. أسعد، بدي أرجع لعنوان الجلسة اللي هو التفاعل بين الرواية وفينا نقول المدونات أو الإعلام الإلكتروني. صراحة هناك في فرق شاسع كتير كبير بالعالم العربي. هلأ عنا الروائيين أو الكتاب عادة أعمارهم فوق 30 وهن مش كتير مزودين بالتقنيات الإعلامية وبيعرفوا شو يعني يدخلوا على المدونات والسوشيال ميديا وغيره. وجودهم هونيك هو لسببين. وجودهم هو لأنه الجمهور يلي هو العالم العربي 20% صار موجود على موقع مثل فيسبوك، هني موجودين لأولا العالم تتفاعل معهم وتعطيها آراءهم بشو أنتجوا. والسبب الثاني هو نصح للجيل الجاي، يعني الشباب اللي من عمري اللي عندهم طموح انه يكتبوا رواية وسبق وقلنا انه مش قادرين يوصلوا لدور النشر، كيف بدنا نعمل هيدا النوع من التفاعل، حلقة الوصل المفرغة ما بين الجيل القديم يلي هو كاتب متميز وليس لديه دخول إلى الجمهور، والجمهور الذي ليس لديه ملكة الكتابة بعد بحاجة للنصح. هون المشكلة. بدي أختم بشيء، أنه الرواية تبقى هي المجال الوحيد اللي بعلمنا العربي يلي عم نقدر من خلاله نفوت بتأشيرات دخول على مجتمعات، على أمل أنه مثلا محل مثل الفكر يسمح على القليل بالتوصية يلي هي أنه تأشير الدخول لكل الدول العربية لقبل الشباب، على عكس أنه أنا أروح أنطر موظف ما بعرف مين ليسأل ما بعرف مين ويمنع راوية تفوت على دول عربية من المفترض أنه تكون موحدة. خليها يكون هيدا أول. شكرا لك سامية عيسى، شكرا فضيل الفاروق، شكرا هدى عوض، شكرا أسعد ديبان، شكرا سارة المطيري، سجل عبدلي، سنابل الصالحي، أشكركم جميعا. لك قبل ما أختم في سؤال لسمو الأمير، تفضل سؤال وتعليق أو تعليق وسؤال. شكرا دكتور شفيق. أود فقط هي ملاحظة الحقيقة، الملاحظة هي في هذا الحضور المميز وفي هذه المنصة المميزة كذلك، لم أرى حضور في مناسبات ثقافية مثل ما رأيت في هذا المؤتمر أمس واليوم، ولذلك أود أن أهنئ العرب جميعا بهذا التطور الفكري والثقافي في مجتمعنا، وهذا الحضور النسائي المميز سواء على المنصة أو في القاعة، هنيئا لنا جميعا. شكرا لك. أشكرك على التشجيع، وأيضا أشكر فكر الذي سمح بأن يكون هناك نقاشا على هذا المستوى بهذا الموضوع الشائك. أعتذر من جميع من أرادوا أن يتحدثوا أو يسألوا ولم أعطهم الوقت لأن الوقت ضيق وهناك جلسة بعد ذلك. أشكركم جميعا.